توفي اليوم الخميس 11 يونيو 2020 منذ قليل الفنان القدير محمود مسعود داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر. ولد محمود مسعود في 3 سبتمبر 1952 وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975. ده الفنان الراحل الله يرحمه محمود مسعود، فنان قدير ومحبوب، أعماله السينمائية كتير. ابنته الفنانة إيمان مسعود التي شاركت في مسلسلي شمس الأنصاري وحكايات بنات، وعارض رغبتها في الدخول للوسط الفني بسبب اعتماده على الوساطات، لكنه طرق لها الحرية فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية. دي إيمان مسعود بنت محمود مسعود، ربنا يعزيها ويصبرها. ده محمود مسعود طبعا معروف طبعا الله يرحمه. وفسر مسعود قلة أعماله السينمائية مؤخرا بسبب كثرة الموضوعات الضارة بالمجتمع على حد قوله في حوار صحفي سابق. وعرف عن الراحل معاداته لتنظيم الإخوان، حتى أنه قال حين تولى الرئيس محمد مرسي مرشح الجماعة حكم مصر، قال إن مرسي مرتبط بعهد مع مرشد الجماعة، في إشارة إلى قسم الولاء والإخلاص الذي يقسمه أعضاء الجماعة لمرشدهم. وأضاف في حوار سابق: ولذلك لا يمكن أن نصدق أن مرسي سيخرج من عباءة الإخوان. كان آخر تواجد فني للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل لآخر نفس من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في رمضان قبل الماضي. شارك الفنان محمود مسعود في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، منها مسلسلات جمهورية زفتة وأم كلثوم وأفراح إبليس والقضاء في الإسلام ورجل الأقدار والإمام المراغي ونسيم الروح وسيدنا السيد وعوالم خفية وحارة اليهود ودنيا جديدة. الله يرحمه. هل تتخيلوا إن حوالي 10 فنانين ونجوم رحلوا في أقل من أسبوعين الماضيين؟ تعالوا نشوف مين هم في نبذة صغيرة عن كل واحد منهم الله يرحمهم كلهم. أعلنت مصادر إعلامية عربية اليوم الخميس 4 يونيو 2020 عن وفاة الفنان محمود الشربجي الممثل المصري، فيما نعاه عدد من الفنانين في مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل. ده الفنان الراحل محمود الشربجي الله يرحمه. يذكر أن توفي الأحد 31 مايو 2020 الفنانة السورية المعروفة هيام طعمة عن عمر ناهز 58 سنة بعد صراع مع مرض السرطان في دولة هولندا. هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس، وعملت في التدريس، واشتركت مع دوريد لحام في مسرحية كاسك يا وطن، واتجهت للغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها غريب في المينا وهي والعملاق وتمت أقواله وانتبهوا أيها الأزواج وعائلة مشاغبة جدا الله يرحمها. دي هيام طعمة كان معاها الجنسية الهولندية، وهنشوف دلوقتي معاناتها مع مرض السرطان، ربنا ما يوري حد. وهنا مع سعيد صالح لقطات من أفلامها، كان في إسعاد يونس وسعيد صالح في نفس الفيلم، وهنا يونس الشارب الله يرحمه ونجاح الموجي الله يرحمه، كلهم أبطال معروفين ومشهورين.
زمن الفن الجميل، وهنا مع دوريد لحام شاركته في كأسك يا وطن، وهنا كتبت في 3 فبراير في المستشفى، وزيارة جاراتي الهولنديات ليا مؤخرا، نشرت صورتين دولت هنشوفهم دلوقتي، هذه صورة منهم هنا في المستشفى على سرير المرض، الله يرحمها، مرض ما بيسيبش حد. توفيت الأحد 31 مايو 2020 الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، أخت الفنانة الراحلة شادية، من والدتها في أمريكا، حسب ياسمين شاكر ابنة شقيقتها. وكتبت البوست ده هوت: إنا لله وإنا إليه راجعون، نور الحياة. على فكرة اسمها نور الحياة، نور الحياة انطفأت، اللي هي بين قوسين الفنانة عفاف شاكر، ادعو لها بالمغفرة والرحمة. ومن المقرر أن تدفن الفنانة الراحلة في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بجوار حفيدتها سارة. وتزوجت الفنانة المعتزلة التي قدمت آخر أعمالها عام 1964 لفترة قصيرة من الفنان كمال الشناوي، وعاشت فترة من حياتها في السودان، وشاركت في عدة إعلانات خلال فترة شبابها بجانب الأعمال الفنية، وولدت في 15 يونيو 1929. الله يرحمها، هي اللي على الشمال طبعا، في شبه كبير بينها وبين شادية، وهنا من أحد أعمالها، وهنا وهي بتبوس شادية، الله يرحمهم، دي صورة نادرة ليهم مع بعض. هي اتجوزت كمال الشناوي فترة من الوقت. بدأت حياتها الفنية في سن العشرين في أواخر الأربعينيات من خلال فيلم ملاك الرحمة مع فاتن حمامة وإخراج يوسف وهبي. عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية، وولدت في 7 أكتوبر، واسمها الحقيقي نور الحياة علي أجا، وولدت نور الحياة أو عفاف شاكر في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي أجا، وهو من عائلة تركية سرية، وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفي والدها في أحد الحروب في عشرينيات القرن الماضي. ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر، وهي لديها بنتان وهما عفاف وسعاد، الله يرحمها، ودي آخر صورها. وهنشوف غادر جثمان الفنان الراحل حسن حسني ليوم السبت 30 مايو 2020 مستشفى دار الفؤاد بالمهندسين إلى مقابر الأسرة على طريق الفيوم، الله يرحمه. وحضر عدد قليل من النجوم في مقدمتهم المطرب الشعبي سعد الصغير والفنان محمد الصاوي والفنان منير مكرم، صلاة الجنازة عليه أمام المقابر بحضور الأسرة والأقارب. ده مدفن بتاع أسرة الفنان حسن حسني، تم دفنه اليوم، وتوفي صباح اليوم، وهنا هم بيصلوا عليه، كان فنان محبوب جدا من الشعوب العربية كلها، طبعا كل اللي جه بالكمامات عشان فيروس كورونا اللي قلب العالم كله، ربنا يرفع الوباء ده عن العالم كله. وفي تكريمه مؤخرا قبل وفاته بكى الراحل الكبير قائلا: أنا سعيد أوي وفرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش، بكلمكم بجد عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكوا لسه، فشكرا، أنا سعيد بيكوا أوي، ألف شكر. وهنا أثناء تكريمه كان جنبه صلاح عبد الله سنده، محمد هنيدي طبعا كان أول من قام بنعيه ونشر الصورة ديت لي معاه، وكتب: وجعت قلبي يا عم حسن، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الصورة اللي نشرها. نبذة عنه.
توفي اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 بمنزله الفنان علي عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أودى بحياته. الله يرحمه، فنان معروف ومشهور، قدم حوالي 60 عمل، وصحيفة الخليج كتبت عنه وفاة الفنان المصري علي عبد الرحيم عن عمر يناهز 59 سنة بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إسرائيل للعناية المركزة منذ أيام. أعلن المخرج حسني صالح أحد 31 مايو 2020 عن وفاة المونتير أمين عبد الرازق متأثرا بفيروس كورونا، وأكد حسني صالح للوطن أن مرض كورونا هو السبب وراء وفاة المونتير، فهو يعتبر أهم مونتير في تاريخ الدراما رحمه الله. شوف دلوقتي بقيت في حادثة صادمة شغلت المجتمع السعودي لم تتضح تفاصيلها الكاملة حتى الآن. توفي الإعلامي علي حكمي غرقا في البحر، وما زاد الوفاة غرابة كانت منشورات علي على وسائل التواصل الاجتماعي والتي سبقت الحادثة والتي تناقلها المتابعون وعبروا فيها عن حزنهم لفقدانهم شاب في عمر صغير. علي الذي اشتهر بتقديم فعاليات جازان نشر عبر سناب شات قبل الحادثة بلحظات: سنرحل يوما دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد، ذلك هو الرحيل البعيد. اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل، وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت. كما وثق العديد من الفيديوهات التي تظهر جو جيزان الماطر، حتى اعتبر البعض أنه بدا سعيدا بهذه المشاهد وكأنه يودعها للمرة الأخيرة. وعلى تويتر غرد ب: أريد أن ألهم الناس، أريد أن ينظر لي أحدهم ويقول بسببك أنت لم أستسلم. هنا التويتة بتاعت: سنرحل يوما دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد. ده على السناب شات قبل لحظات من مصرعه غرقا في البحر، وهنا كان بيوثق جو جازان الماطر وكأنه بيستمتع بيه. الله يرحمه. في 5 يونيو 2020 صحيفة الرؤية كتبت: وفاة مقدم الفعاليات الشاب علي حكمي غرقا خلال رحلة بحرية في جازان. وظل الشاب الناشط في الفعاليات التطوعية بمنطقة جازان حتى قبل وفاته بساعات قليلة ينشر لمتابعيه مقاطع فيديو للأجواء الماطرة على سناب شات. الإعلامي زياد بن سعد الشهري كتب قبل أقل من 3 ساعات: يصور سناب وعايش حياته وفرحان بالأمطار، والآن هو في ذمة الله. الحياة قصيرة جدا جدا جدا، الله يغفر لك ويرحمك. الله يرحمه. هنشوف المخرج في مسبيره دلوقتي اللي توفي. من ناحية أخرى، توفي المخرج علاء النجار أحد أبرز مخرجي البرامج بالتلفزيون المصري متأثرا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 30/5/2020. ونعى مجلس نقابة الإعلاميين الراحل بالتلفزيون المصري مسبيره، وأشار المجلس إلى إصابته بفيروس كورونا السبت 27/5/2020. الله يرحمه. وهنشوف دلوقتي 9 مشاهير فنانين ونجوم ومخرج اتوفوا في 6 أيام فقط من 30/5. صدم الوسط الفني بخبر وفاة الملحن أشرف سالم الذي دخل المستشفى منذ يومين إثر تعرضه لذبحة صدرية وتوفي عن عمر يناهز 50 سنة. بحزن وأسى أعلن بهاء الدين محمد خبر وفاة أشرف سالم على صفحته على الفيسبوك، وكتب: الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبي ومن أقرب صحابي، ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلي معاه بتوفيق عشان نضحك، بس خلاص مات
أشرف مات.